السلام عليكم. مجموعة الوطان الدولية بركة أبو صفية، مادة فارماكولوجي، محاضرة رقم 3. هاي المحاضرة الأسبوع هاي راح نعطي محاضرة واحدة بس اليوم. الأسبوع الجاي راح تكون آخر محاضرتين في المادة، راح ننهي المادة الأسبوع الجاي إن شاء الله، وخلاص هيك بنكون مخلصين. اتفقنا؟ اليوم راح نكمل في المادة درس محاضرة رقم 3. المرة اللي فاتت أخذنا من بلشنا بالأنتيبيوتيك سيفالوسبرين ومنيوج لايكوسايد. أخذنا مجموعات الأنتيبيوتيك وكيف تعرفنا كيف شغلها والمجموعة كيف تنقسم والعلاج اسمه، اسم التجاري، اسم العلمي، كل هاي الشغلات وكيف بنعطى وعن طريق كيف، كل هاي الشغلات حكينا بيها. اليوم محاضرتنا راح تكون أشمل، راح نخش بس مش أنتيبيوتيك، أنتيبيوتيك وعلاجات تانية، علاجات بيرن، حروق، علاجات أنتيبيوتيك، علاجات أنتي فانجال هي الفطريات، يعني أكثر من نوع من العلاجات. حنبلش نكمل أنتيبيوتيك البنسلين، بعدين نكمل شغلات تانية، أنواع علاجات تانية. اللي بهمنا اليوم محاضرة اليوم كثير كثير مهمة. ليش؟ لأنه هالعلاجات هاي بنشوفها في يوم، كل كم من يوم بنشوفها، بس كم حروق، لما آخذ علاج لما يصير معي تونسولايتس أو فارنجايتس، كل هاي الشغلات راح اليوم من العلاجات اللي بحكي بيها راح تقول، راح في منكم إنه أخذ من هدول العلاجات، يعني كان مريض فترة معينة أخذ منها، استخدم العلاجات هاي. فالشي هذا يعني راح تفرقوا اليوم إنه هالعلاجات هاي متداولة، يعني كثير كثير بنستخدمها، كثير كثير مرضى بيستخدموها. فاليوم أنا بدي أتعرف على هالعلاجات هاي بشكل علمي، بشكل أكثر. يعني لما بكرة أشوف هالعلبة وهاي، مش بس بدي أعرف إنها أنتيبيوتيك، لا، تعرف إنها أنتيبيوتيك أو مش للحروق، بدي أعرفها مثلا هاي مثلا انتيبيوتيك من مجموعه البنسلين او مجموعه السيفالوسبرين او مجموعه، بده يصير عندي كيف بستخدمها. ما حدش يعطيني المعلومات، انا يصير عندي معلومات ممكن اصير اعطي للمرضى المعلومات هاي، مش ممكن طبعا راح اعطيها للمرضى، ممكن ان عندي بالبيت يصير مريض اعطيه المعلومات هاي. كثير كثير مهم اليوم محاضرتنا. اول حاجه البنسلين، مجموعة البنسلين، مجموعة البنسلين بشكل عام راح نحكي عنها. أنتي إنفكتيف، أنتي إنفكتيف يعني ضد ليش العدوى، استخدموها خاصة البنسلين دائما دائما استخدموها مع مرضى في أغلب الحالات اللي عندهم بصير تونسولايتس، بصير عندهم يورينري تراك إنفكشن. ليش قلنا؟ لأنه البنسلين، العلاج البنسلين بيطلع عن طريق مجرى البول، فهو طالع من الجسم بمر ايش في اليورينري تراك، وهيك بصير ايش معالجه للانفكشن في اليورينري تراك. حاجه ثانيه انه البنسلين من افضل العلاجات لايش للتونسولايتس، افضل علاجات للتونسولايتس هو ايش البنسلين. فبتلاقي اليوم اي طفل او اي واحد فينا بصير عنده تونسولايتس، التهاب اللواز، تلاقي بكتبوا له علاج اوجمانتين على طول. ممكن شفتوه اوجمانتين على طول، هذا من مجموعه ايش البنسلين. دائما دائما افضل العلاجات للايش للتونسولايتس هو ايش البنسلين. هاي واحد كمثال من مجموعه البنسلين اوجمانتين، هذا كنا استخدمناه، أنا مثلا استخدمت. اتفقنا؟ حاجة المهمة، كونترا اندكيشن لشخص عنده هايبر سنسيتيفيتي تو بنسلينز، انه نعطيه ايش؟ بنسلينز. يعني ايش؟ عنده حساسية بنسلين، بنسلين بالعربي يعني، نروح نعطي له ايش؟ علاج بنسلين. وكنا انواع ايش الالرجي كثير، ممكن سكن راش، ممكن ايش كمان كنا سولينج، يعني يصير تورمات في كل الجسم، يصير عندنا، يصير الشخص يتغير،
نفسه، يصير يتغير الفايتال ساينس تبعه. يعني الالرجي اشكال والوان تصير، ممكن يصير سكن راش، ممكن يصير عنده كحة، ممكن يصير عنده ضيق بالنفس، ممكن يصير عنده سويلينج في وش، في جسمه خاصة بالوش في منطقة الرقبة. فدائما دائما الشخص اللي بقول لك أنا معي بنسلين، معي حساسية لشيء معين، لدواء معين، ناخد بعين الاعتبار، ننتبه للنقطة هاي. اتفقنا؟ نيجي على أول علاج، فيال لو شايفينه. أول علاج من مجموعة البنسلين هو أمبسلين. تقسيم له أنتيبيوتيك بنسلين، استخدامه يوزز للريسبيراتوري يورينري تراك انفكشن والجي اي تراك انفكشن كمان. بيستخدموه كثير كثير مع الريسبيراتور ومع يورينري تراك انفكشن، كمان الجي اي تراك انفكشن، بس خاصة مع اليورينري تراك انفكشن. ليش؟ قلنا لأنه بنسلينز أدوية البنسلين، مجموعة البنسلين بدلها وهي طالعة من الجسم عن طريق مجرى البول، هاي ايش؟ فرصة كبيرة انه ايش؟ تعالج الالتهاب الموجود في مجرى البول. الدوز او الشكل، في منه الكبسول، في منه السائل، في منه الفيل، هو العبوة هاي. انا كممرض بدي اعرف لما يكون عندي فيل زي هذا، بدي اشوف بنعطى فور اي ام اند اي في يوز اونلي. هذا بنعطى اي ام وبنعطى اي في، بنعطى اي ام تمام، بنعطى اي في بس اي في بنعطاش بوش، بروحش بسحب وبروح اعطى على طول للمريض، بحلله بكميه بالنورمال سلاين، كميه معينه بالنورمال سلاين، وبعطيه شوي شوي. بنعطى عن طريق الانفيوجن بامب، يعني على عن طريق ايش؟ مضخه تعطي ايش؟ العلاجات موجوده بالمستشفى كنا شفنا هاي، يعني بعاير قديش العلاج هذا يمشي للمريض، قديش بدي اياه في 10 دقائق في 15 دقيقه، بحط على الساعه وبحط سيف وببلش ايش؟ المضخه تضخ العلاج للمريض شوي شوي، بحيث انه يخلص في ربع ساعه او نص ساعه او ساعه، او المحلول يخلص في نص ساعه او ساعه او ربع ساعه. كثير كثير الانفيوجن بامب بتريحنا بالعمل وبتساعدنا، وكمان اكثر امان للمريض انه ياخذ علاجه بالشكل الصحيح. اتفقنا؟ بعد ما حلل العلاج هذا ريكونستيتيوشن، بعد ما حلله بحط عليه نورمال سلاين، او جنب العبوه هاي بتكون في عندنا امبول مي مقطره بسموها بالعربي، او مكتوب عليها بالانجليزي ووتر فور انجكشن. ووتر فور انجكشن فيال، امبول مع الفيال هذا في العبوه، بكون بفتحها وبحلل فيها هاي ايش؟ الفيال. ووتر فور انجكشن يعني لتحليل العلاجات، يمكن كلكم شفتوا امبول ووتر فور انجكشن مكتوب عليه لتحليل العلاج. فيني ما استخدموش، استخدم نورمال سلاين احلل العلاج هذا فيه. كل العلاجات بتتحلل بنورمال سلاين، اغلب العلاجات. اتفقنا؟ فبعد ما احلل هالعلاج هذا، مش خلاص اضلني استعمله طول النهار او ثاني يوم استعمله، لا، هذا العلاج صلاحيته بس لساعه واحده، 1 اور. بعد ساعة خلص ببلش العلاج تتغير تركيبته، يخرب. في علاجات بتقول لك بعد تحليل ب 24 ساعة، يعني خلال 24 ساعة، في 12 ساعة، في 6 ساعات، بدنا ننتبه، بتكون مكتوب على العبوة. اتفقنا؟ دائما دائما نقرأ العبوة ايش مكتوب عليها. مثلا هي هان 4 IM and IV I am an I. راح نشوف اليوم علاجات بتقول لك ممنوع
تستخدمه اي في جاست اي ام اونلي، بديش ارتكب خطا. اتفقنا. نيجي على العلاج الثاني اللي هو الاموكسيسيلين. اموكسيسيلين هذا اغلبنا استخدمناه خاصه في حاله التهاب اللوز، صار عندنا تونسيلايتس كنا استخدمناه. من مجموعه الانتيبيوتيك بنسلينز فور يورينري تراك انفكشن ريسبيراتوري تراك انفكشن، في اغلب الحالات بنستخدمه. في بعض الدكاتره بوصفوا له ليش، لان عندهم مرض السيلان جونوريا او عندهم سكن انفكشن، بس في اغلب الحالات ريسبيراتوري تراك انفكشن استعماله في الريسبيراتوري تراك انفكشن في ايش، التونسولايتس. دائما دائما في اغلب الحالات المرضى اللي بصير عندهم تونسولايتس بلاقيهم بوصفوا لهم دواء من ايش، مجموعه البنسلينز، مجموعه البنسلين البنسلينات مجموعه البنسلين. اتفقنا. نيجي على العلاج المشهور باسم ايش، اوجمانتي، اللي هو الاموكسيسيلين وبوتاسيوم. اوجمانتين مشهور باسم اوجمانتين انتيبيوتيك بنسلين، هو عباره عن تابلت او ايش، عباره عن ايش، مشروب استخدامه كل 8 ساعات، وهذا بوصفوه كثير 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 للاطفال من افضل العلاجات التهاب ايش، تونسيلايتس. ونحن اخذنا، انا اخذته قبل هيك مرتين او 3 مرات استعملته، ممكن انتوا اخذتوه يعني التهاب اللوز او تونسولايتس. نيجي على ايش، على العلاج الثالث الرابع علاج من مجموعه البنسلين، بيسلين بسموه، بيسلين لو جينا نقرا بنسلين جي العلاج هذا بيسلين ممنوع اعطيه اي في، لو اعطيته للمريض اي في بموت المريض أو بعمل له إيش؟ مشاكل كبيرة. لهيك لو جينا على الباكيت بنلاقي بقول لك not for intravenous use، ممنوع أعطيه بالآي في، just I am injection only بس. اتفقنا؟ تقسيم له مجموعة أنتيبيوتيك بنسلين، استخدامه برضك للريسبيراتوري تراك انفكشن، تونسولايتس، فارنجايتس أو التهاب الأذن الوسطى، أوتايتس ميديا أو سكن انفكشن أو سوفت تيشو انفكشن. سوفت تيشو انفكشن زي شو مثلا، بنقول سوفت تيشو انفكشن، soft tissue infection الو، يبقى الانسجه والجلد، infection الانسجه الناعمه والجلد، الجونوريا او سيفيلاس السيلان، الحاجة الثالثة الخامسة روماتيك فيبر الروماتيزم. الشكل العبوة، العبوة تيجي جاهزة، الإبرة جاهزة بالشكل اللي انتم شايفينها، تنعطى اي ام، لازم اعطيها اي ام ديب ماسلز في العضلة من جوا، ممنوع اعطيها برا العضلة مثل subcutaneous. إذا برا العضلة هون بتشكل إيش، خطورة على المريض، إنه المريض بعد
فترة من الوقت هو ياخذ هالاي ام، بدل ما ياخذ هالابرة في الاي ام في قلب العضلة اخذها سب كوتينيوس، هون بصير عندنا ايش؟ تحجر الدواء، تحجر العلاج في منطقة معينة، ما بصير لوش امتصاص. بعد فترة بصير عند المريض ابسس، بعد فترة بصير عند المريض، مش بعد فترة على طول بطب يصير عند المريض آلام في المنطقة. يبقى لا المريض استخدم قدر العضلة تسحب هالعلاج بسبب ايش؟ خطأ من الممرض، ما دقش الإبرة مكانها الصح، صار ايش؟ انه المريض ما اخذ العلاج، العضلة ما عملتش ابسوربيشن للعلاج لانه مدقوق في منطقة خاطئة. حاجة تانية انه ايش؟ غير انه المريض ما اخذش علاجه، انه ايش؟ ساوى للمريض، عمل للمريض مشاكل تانية، تحجر بالمنطقة، ابسس، مشاكل عديدة بتصير، الام كثيرة، ورم بالمنطقة. يبقى ايش؟ نعطيها، نعطي العلاج هذا بيسلين اي ام انجكشن ديب انتراماسكولار. نفس الحاجة لو جينا هون لعلاج تاني، برضك مجموعة البنسلين، بنسلين جي صوديوم 4 انجكشن. هذا العلاج في نعطيه اي ام، في نعطيه ايش؟ اي في. في نعطيه اي ام وفي نعطيه اي في. من مجموعة الانتبيوتيك بنسلين، بنعطى اي ام واي في. اللي بيهمني مع العلاج هذا لما نعطيه اي ام او اي في وانا بحضره، ما روحش اخلطه مع بعض العلاجات، ما روحش اخلطه مع علاج تاني، لانه تركيبته هاي العلاج البنسلين جي صوديوم تتفاعل مع العلاجات التانية. فبتلاقي لما احط علاج اخلطه مع علاج تاني بتغير لونه، فعاليته خلاص بصير مادة جديدة انه ممكن، مش ممكن، بتكون ضارة للمريض، وخاصة اذا خلطته مع الجنتامايسين او الهيبارين او فانكومايسين. هدول بعض العلاجات اذا خلطتهن مع البنسلين جي صوديوم تخرب تركيبة العلاج. يبقى ممنوع ان نخلطه مع علاج تاني لما نعطيه، نحضره لنعطيه اي ام او نعطيه اي في. وفقنا؟ نيجي على نوع تاني من الأدوية كتير كتير مهمة. هلأ الأشخاص اللي بياخدوا أنتيبيوتيك، أنتيبيوتيك هاي تقتل كل شيء، تقتل كل شيء، خاصة اللي بياخدوا عن طريق إيش؟ حبوب مثلا، تابلت. فالفطريات، بعض الفطريات بعد ما ياخذ شخص انتيبيوتيك نقضي على الايش؟ الفطريات المفيده، تظهر عندنا فطريات ضاره. فبتلاقي الشخص بعد ما ياخذ انتيبيوتيك لفتره تلاقي تم وبلش ايش؟ ينتلم، نقول عنه بالعربي حم، التهاب بالتم او فطريات بنقول عنه.
هون في عندنا علاجات ضد هالفطريات نسميها انتي فانجل ميديكيشن. ملاك الفطريات وين بتعيش؟ في المناطق الرطبة بالجسم، مثلا على سبيل المثال في الدم، لما يتوفر لها الجو المناسب او البيئة المناسبة لتتكاثر، فبتتكاثر وبصير ايش؟ بتتطفل علينا الجسم، بتسبب لنا ايش؟ في التشو بصير عندنا حب احمر، في التم داخل تم الواحد بصير ايش؟ حم، زي ايش؟ بقع صغيرة حمراء ومؤلم كثير، وممكن يصير عندنا ايش؟ سويلنج، شوية انتفاخات في التم. كنا بصار عن هالشيء هذا. حاجة تانية، مناطق الرطبة وين كمان؟ عند النساء في منطقة الفجاينة بتلاقي ايش؟ اوقات بزيد كمية الفطريات، فايش بتساوي عند المرأة؟ مشاكل صحية. حاجة التالتة، في عنا بصير كمان وين فطريات؟ بين الأصابع، خاصة يقولوا عنها إيش؟ اللي بيلعبوا رياضة، بيلعبوا الرياضة في عندهم كثير، بصير عندهم كثير فطريات في بين أصابع رجليهم. كنا صار عنا إيش هالفطريات هذا بين أصابع الرجلين، كثير مؤلم وبنتج عن إيش؟ استخدام الدش أو المكان اللي مش نظيف. مثلا شخص عنده فطريات برجليه، استخدم دش معين مكان معين، فالفطريات ممكن إيش اللي في رجله يبقى جزء منها. أنا أجي أخذ بعدي دش، فطر ينتقل لي، أو بعد الدش الواحد يلبس الحذاء تبعه، فيتوفر إيش؟ المنطقة دائما بتصير رطبة، فيتوفر إيش؟ الجو المناسب للفطريات إنها تتكاثر ما بين الأصابع، فبصير هالمشكلة هاي مع إيش؟ مع لعيبة الفوتبول أو لعيبة الرياضة قولوا، فأصبحهم دائما دائما. طبعا مع الكل بصير، معنا صارت. ففي عندنا علاجات انتي فانجل ميديكيشن، لحد ما اشوف انتي فانجل ميديكيشن يا فطريات على طول. واهم شيء واهم علاج عندنا النستاتين. علاج النستاتين بنستخدمه خاصه مع الاطفال اللي بتيجي العبوه زي هيك، بتيجي معاها زي قطاره ناخذ ونحط ايش للطفل، او نحن كمان نستخدم النستاتين هذا ايش؟ للفطريات اللي بتصير بالتم في الميوكس ممبرين، بتصير فطريات في الميوكس ممبرين او جي اي تراك، يعني ايش؟ بالتم بالماوت. او ممكن في نستاتين نوع بشكل ثاني محضر على شكل برهم او على شكل كريم، انه يستخدم في منطقه الفاجينا عند النساء. ليش؟ لانه ايش؟ عند النساء في فطريات في هالمكان هذا، لانه ما كان رطب، فبصير فطريات، تكاثر الفطريات فبسبب ألم، أو إنه بصير حكة في المنطقة، بصير إيش إنه النساء إنه يصير عندها هاي المنطقة يعني إحراج وحكة وفطريات، فإيش فبتلاقي النستاتين على شكل كريم محضرينه لتستخدم في هالمنطقة هذه. اتفقنا؟ ممكن استخدامه مثلا هاي العبوة مثلا للتم خاصة مع الأطفال، بيستخدموه الأطفال أغلبهم لما بفترة ما ياخذوا أنتي بيوتيك بصير عندهم فطريات في تمهم، فبيستخدموا لهم هاي النستاتين 4 مرات باليوم مع الكبار، مع الصغار برضك 4 مرات 1 ملي. بالنسبة للفاجينا في عنا عبوات كريم 2 مرات باليوم يستخدم، أو مرة ممكن حسب إيش وصفة الطبيب. اتفقنا؟ في حدا له أي سؤال لحتى الآن؟
لا واضح دكتور. نيجي على العلاج تاني من الانتي فانجل ميديكيشن، هو بنسميه بيتريكس، الاسم التجاري تبعه بيتريكس، او العلمي تول نفتيت. هو هذا العلاج تبع ايش بسموه الاشخاص الرياضيين او ايش اتلتس فود. لو جينا على العبوة هون طلعنا اتلت فود، استخدم ايش للفطريات الموجودة في السكن اريا، فانجل انفكشوس انفكشنز اوف مويست سكن اريا. وين يعني وجود فطريات في مناطق رطبة في الجلد، زي ايش مثلا؟ ما بين النيل انفكشنز، بين ايش؟ اصابع الرجلين، ممكن اصابع الايدين يصير فيها، ممكن. اتفقنا؟ هو عبارة عن كريم، عبارة عن كريم، سبا كريم، سبا برهام. استخدامه موضعي، بس أهم شيء، أهم شيء إنه نبعد عن إيش؟ عن العيون، لأنه بأثر على عيوننا، ممكن يسوي irritation أو مشاكل إيش في العيون. اتفقنا؟ طبعا استخدامه لايش؟ للفانجل، للفانجل انفكشن، مش التهابات مثلا. التهابات حاجه ثانيه تريد انتبيوتيك، اما الفطريات، اصابه فطريات او ايش؟ ان التهاب سبب فطريات، هو ايش؟ بنستخدمه هذا البرهان البيتريكس. في عنا الناتامايسين، ناتاسين، كمان للفطريات، أنتي فانجل. لو جينا طلعنا على العبوة بالشكل هذا، أنتي فانجل، أوبتالاميك، يعني إيش؟ استخدام العيون فقط. ممكن يصير عندنا لبعض المرضى انه بعد استخدام هالعلاج يصير في عيونهم irritation، يعني ايش؟ تتهيج عينه بسرعة، حمار. هذا من السايد افكت تبع العلاج. اما اذا حال صار عندنا سايد افكت خطير انه المريض ما تحملوش، هون بنخبر الدكتور وممكن نوقفه للعلاج. اتفقنا؟ بالشكل هذا خلصنا علاج الفطريات. يعني أهم العلاجات في الفطريات، ممكن يكون علاجات ثانية بس من حد ما نشوفها راح نكون إيش نعرفها، لأنه تكون معروفة أنتي فانجل ميديكيشن. بس استخدام هدول العلاجات المشهورة المستخدمة كثير كثير، هاي أهم علاجات. اتفقنا؟ نيجي عنا للحروق. أخذتوا درس الحروق؟ ايه دكتور اخذناه، في الاسعافات الاوليه، يعني انواع الحروق والدرجات ومعالجه الحروق والاسعافات الاوليه والعلاج الطبي والمعقمات والمطهرات وانواعها. كثير منيح. في الحروق بهمني كثير كثير الاسترال ادريسنج،
انه ايش اشتغل مع المريض بشكل معقم. قديش انا بشتغل بشكل معقم والمريض بياخذ العلاج تبعه خاصه الانتيبيوتيك، فرصه شفائه كبيره كبيره. حاجة الثانية، عند حدوث الحروق بحتاجوا مرضى الحروق كثير كثير من السوائل اللي بتنعطى عن طريق الاي في، محاليل كثير كتعويض، لانه الجسم بفقد السوائل بشكل كبير لما يصير حروق بالجسم. اتفقنا؟ اهم شيء انه اشتغل انا كممرض معهم بشكل معقم. كيف تعلمنا نلبس الجلوفز بشكل معقم؟ اهم شيء انه ايش، ما نقلش للمريض ميكروب او انفكشن من المستشفى لايش لجسمه. نعرف انه جسمنا انه ايش بحمينا، والسكن بحمينا من الانفكشن. يعني في حاله لو فيش عندنا ايش سكن جلد، بنلاقي ايش على طول بصير عندنا انفكشن، الميكروب على طول بدخل لجسمنا، كذلك السوائل من جسمنا بترشح لبرا. وهذا اللي بصير مع مرضى الحروق، انه فيش عندهم طبقه هالسكن، راحت بالحرق، انعدمت، صار فيها دمج، صار الميكروب من السهل انه يدخل لجوا، كذلك انه السوائل ترشح لبرا. فدائما شغلك انا معاهم كممرض معقم، احافظ عليهم ما انقلش لهم انفكشن. اي واحد. الشيء الثاني انه في عندنا حاجه مهمة خاصة مع المرضى اللي بصير عندهم، خاصة النساء والمرضى اللي بصير عندهم حروق في الوش والإيدين، الشغل معاهم كتير دقة. ليش؟ لأنه إيش منطقة يعني جماليات الواحد، يعني خاصة النساء، وحتى مش النساء والرجال، يعني لما انه يصير عنده تشوه بسبب حروق في الوش، هاي مشكله كبيره كبيره. ففي عندنا اثناء الغيار في الحروق مثلا على الجسم، مثلا في المناطق العاديه نستخدم في عندنا ايش؟ غيار معين، اذا شفتوه قبل هيك بكون عليه النسيج اللي بنحطه على الجرح المحروق او على التشو المحروق. هذا النسيج، هذا الغيار او طبقه الغيار او الجوز اللي بنحطه على الحرق، بيكون في ماده جليسرين او ماده ايش، مثل ماده زيتيه او شمعيه. ليش؟ انا لما ثاني يوم ولا ثالث يوم اجي اعمل غيار ثاني، لما أشيل هاي الغطاء عن الجرح أو الدريسنج اللي عملته بالمرة الفاتت، ما ينزعش طبقة من الجلد. عرفتوا لهاي الغيار للدريسنج. في عنا للمرضى اللي عندهم بصير حروق يستخدم معاهم إيش، الدريسنج معين، يعني الجوز أو الغطاء الأبيض اللي بنحطه على الجروح، غطاء معين بيجي عليه طبقة من مادة شمعية أو مادة جليسرين. عشان إيش؟ لما نحطه على الحرق أو الجرح تاني يوم لما أشيله، ما يقبعش جزء من إيش؟ من التشو أو السكن، وما يلزقش في الجرح. فهيك إنه منحافظ على الجرح يضلوا، ما يصيرش فيه ايش، كل ما نيجي نعمل غيار يصير فيه ايش دمج او نسبب ضرر للتشو او للسكن. وضحت الصورة ولا عيد كمان مرة؟ اختصار لكلام، مرضى الحروق نستعمل معاهم ايش، دريسنج معين. بيجي في عبوة أو علبة، هو عبارة عن إيش؟ طب شفاف، يعني تشو مش شفاف، تشو نسيج أبيض زي اللي نستخدمه الدريسنج تبع الجروح العادية، بس لكن تبع الحروق بيجي عليه مادة شمعية لونه أصفر
أو مادة جلسرين عشان ما يلصقش بالجرح، ما يلصقش بالحرق، لأنه مكان الحرق بيكون زي على طول بلبق بأي حاجة. فإذا لبق فيه مثلا، إذا استخدمنا له الدريسنج تبع الجروح العادة، تاني يوم لما أجي أشيله لهالدريسنج بشد بالجلد تبع الجسم وبنتش الجلد تبع الجسم وبسوي لنا جرح جديد. فهيك بصيرش في المنطقة هيلينج. فإيش عملوا؟ عملوا دريسنج جديد محطوط عليه النسيج هذا الدريسنج اللي هو اللي بنحط على الجرح، بحطوا عليه مادة جليسرين أو مادة شمعية أو مادة زيتية، فبتلصقش بالجلد. مثلا حطيت هالنسيج، عملت دريسنج، حطيته فوق الجرح فوق الحرق، ثاني يوم جيت اشيله بشيله بسهوله. بس في عنا ايش بساوي؟ بساوي على الجرح كيف المربعات تبعات النسيج او تبعات الدريسنج بعلم على جلد الايش المريض. فقالوا كونترا انديكيشن انه ايش نستعمل هذا النسيج على ايش؟ على الوش، لانه اذا عملناه على الوش بيعمل لنا ايش؟ مربعات على الوش، وهيك بسوي ايش؟ فوق الحرق بصير زي شكل مربعات على وش المريض، فايش؟ بسبب لنا مشكلة جديدة. فممنوع نستخدمه على ايش؟ على وش المريض. دقيقة اشوف على الانترنت موجود منه هذا الدريسنج. حدا شافه قبل هيك؟ ها هذا هو، ممتاز كثير. Dressing for pain. الو، لا سيستم دقيقة هلا بيجيكوا اياه. For pain. كثير مهمة هاي الشغلة، كثير كثير مهم. نيجي ننتبه هون، تذكر لما أخذنا إيش درس الوند كير، كنا إيش؟ إنه نعمل للمريض غيار، اتفقنا؟ غيار بشكل معقم الايش اللفاف الابيض او الباندج الابيض زي هيك، وبمشي الحال. ثاني يوم بفكه وبحط العلاج، بشيك على الجرح، بحط العلاج، بحط بولودين على المكان، وبغير ثالث يوم رابع يوم لحد ما يطيب جرح المريض. بس مع مرضى الحروق ايش بفرق؟ مرضى الحروق لو بدي احط عليهم، بدي الف له حرقه زي هيك بنسيج عادي، هون بلزق بايش؟ هذا النسيج مثلا او النسيج الابيض العادي الدريسنج العادي، لو حطيته على البيل ثاني يوم لما اجي افكه راح يطلع جزء من نسيج البني ادم من التشو المحروق وينقبع وانا بفكش هذا الباندج. فايش المرضى اللي بصير عندهم حروق بيستعملوا لهم ايش؟ نوعيه. لو جينا نشوف نوعيه عليها زي ايش؟ نوعيه من ايش؟ الدريسنج عليها زي ماده زيتيه او شمعيه او جلسرين بسموه. ليش؟ عشان لما ايش؟ لما نحط على ايد المريض زي هيك ثاني يوم نيجي نرفعها ترتفع بسهولة، ما تسحبش معها جزء من التشو تبع المريض. فهيك المريض بصير عنده هيلينج 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 وشفاء الجرح وشفاء البير. لكن إذا استعملت نسيج عادي وكل يوم آجي أرفعه وينتتش معي نتفة ويرتفع معي من نسيج المريض من التشو الجديد اللي بصير فيه هيلينج شوية، ويصير عندني بليدنج كمان مرة وكمان مرة، وبعدين راح يصير انفكشن،
فبصير مشكلة، بضل إيد المريض أو مكان الحرق إيش بصيرش له شفاء. لكن هذا النسيج أو هذا الدريسنج ممنوع أستعمله لوش المريض، ممنوع أستعمله لكفات إيدين المريض. ليش؟ لأنه بترك المسامات تبعاته، تترك أثر وبتطبع على إيش؟ على جسم المريض. خليني أشوف بين هون. سكار. نيجي نشوف هلا هذا مريض وين؟ ممكن هاي الايد مستعملين لها. لو جينا نشوف هنا حنلاقي شيء بسيط مربعات. بتطلع هون، ننتبه هون على ايد المريض، هذا المريض استخدموا له ايش؟ تيشو او الدريسنج اللي عليه ماده شمعيه. شو عرفنا؟ طلعوا هنا مربعات، شفتوا المربعات؟ تركها النسيج الشمعي او تركها النسيج اللي عليه ماده الجليسرين. شايفين المربعات؟ بس حافظ على المكان يضله، يعني يضله التشو سليم، صار هيلينج فيه. ما مش كل ما اغير على جرح المريض افقد جزء منه، افقد جزء من التشو تبع ايش؟ الهيلينج. لانه لو استعملنا من الغيار العادي، كل ما اجي ارفع الغيار راح ينتتش معي او ينقبع معي هون جزء من هذا النسيج اللي بصير فيه هيلينج، وهيك بطول الجرح ليصير فيه ايش؟ هيلينج، او بصيرش فيه هيلينج، بصير فيه انفكشن. بس في عندنا كونترا انديكيشن انه هذا النسيج اللي عليه ماده الجليسرين او الدريسنج اللي عليه ماده الجليسرين اللي بنستخدمه للحروق بترك لنا اثار مربعات. شايفينه كيف مطبع على ايد المريض؟ شايفينه ولا مش شايفينه؟ هذا هو. هذا لو انه على وش المريض، لو مريض عنده حروق في وشه فبتسوي له ايش؟ مشكله في وشه. فكونترا انديكيشن نستعمل هذا النسيج على وش المريض في ايش؟ اثناء الدريسنج، لعمل الدريسنج ممنوع، كونترا انديكيشن. هاي اسئله امتحانات بتيجي او اسئله مقابل، فينا نستعمله على وش المريض ولا ما بنستعمله؟ ما بنستعمله. ليش؟ بقول لك لانه بتترك عنا على وش المريض مربعات اثار، تعمل تشويه، تشوه. اتفقنا؟ وضحت الصورة؟ نيجي على ايش؟ سلفادين او السيلفر بسموه. او السيلفرول كريم. كل هياتها اسماء متشابهة. هذا السيلفر هو الكريم اللي بيستخدموه في الحروق. هو الشيء الابيض، الكريم الابيض للحروق. نستخدمه انه ايش؟ نحطه على مكان السكند اند ثيرد ديجري بير توبيكال، موضع على طول بشكل معقم، بشكل ايش؟ نظيف. بلبس جلوفز، ستيرال جلوفز، وببلش ادهن للمريض على منطقه الحروق مرتين باليوم بستعمله. كونترا انديكيشن انه استعمله لمرأة عند بريجننت
أو لاكتيشن أو إيش؟ الأطفال اللي أعمارهم أقل من إيش؟ 2 مانث 2 مانث كونترا إنديكيشن. ليش؟ لأنه بسوي لهم شيء ضرر. قلنا حكينا عن البريجنانت وحكينا عن اللاكتيشن وحكينا عن إيش؟ الإنفنت. نيجي على السلفاميلون. السلفاميلون كمان نفس السلفا، هو بيستخدموه لإيش؟ للبريفنشن اوف انفكشن للسكند اند ثيرد ديجري بيرن، يعني حروق الدرجة الثانية والدرجة الثالثة عشان ما يصيرش فيها انفكشن. كونترا انديكيشن نستعمله مع بريجنانسي ومع اللاكتيشن، يعني المرضعات والحوامل، استخدامه مرة أو مرتين باليوم. الأهم من هيك إني أستخدمه كيف؟ بصير كالتالي مع مرضى الحروق، بصير كالتالي إنه بنرفع غيارهم القديم أو الدريسنج القديم إذا كان عليه عندهم دريسنج، بنرفعه بشكل إيش؟ جنتلي، يعني بشكل شوي شوي بهداوة، ما روحش أرفع الدريسنج على السريع ومن شدة سرعته إنه يطلع معي التشو تبع المريض، النسيج المريض في قلب الدريسنج. لا، بدي شوي شوي، إذا كان المريض متألم أو الدريسنج القديم ملزق في منطقة معينة من تشو الجسم، أحط عليه نورمال سلاين وأترك المريض شوي، بعد شوي باجي برفع الدريسنج شوي شوي، بحط نورمال سلاين. تمام، بغسل الجرح بشكل معقم بالنورمال سلاين، نورمال سلاين محلول ملحي، ممكن المريض يتألم كأنه مي وملح حطيت له على إيده، تحرقه الجرح، بيهمش، بحكي للمريض تحمل شوية. بعد ما أنظف الجرح بحط الكريم السيلفر أو السلفا ميلون بشكل معقم على مناطق إيش؟ الحرق، وبرجع بلف للمريض إيده بشكل إيش؟ معقم بشكل نظيف، هيك بحافظ على إيش؟ على جرح المريض إنه معقم نظيف. حاجة تانية، بنصح المريض يأخذ الأنتيبيوتيك تبعه، إذا كان الأنتيبيوتيك أي أم أو أي في بعطيله إياه. شيء تاني، المسكنات، بنصح المريض ياخذ المسكنات تبعاته. الشيء الثالث المهم لمرضى الحروق، السوائل، انهم ياخذوا سوائل، كميات كبيره سوائل وايش؟ وغذاء في فتره المشكله او فتره الحرب اللي صارت معه. اتفقنا؟ في حد عنده اي سؤال بالنسبه للحروق؟ نكمل، ناخذ بريك ولا نكمل؟ اي ناخذ بريك. استاذ مشان الحروق، بس في اللي بيعالجوا بالعلاج الكيميائي، التقشير الكيميائي للحروق. تقشير كيميائي كيف يعني؟ يعني بالتبع الفحم هذيك والليزر اللي بيتقشر تجميلي، يعني بعد ما يخلص ويصير ايه بعد فعلا. شهر او شهرين يعني بعد ما ايه هاي مراحل، في مراحل التجميل. نحن في مرحلة لما يصلنا المريض انه صار عنده حرق، اجينا على المستشفى، صار عنده حرق مثلا، هلا بيجينا على المستشفى، كيف نتعامل معه، كيف نعمل له غيار؟ هاي بهمنا الفترة انه يطيب اللي عنده ايش؟ المكان، وما يصيرش عنده انفكشن. بعد هيك بصير مراحل، بعد ما يشفى المكان بحتاج، بعض المرضى بحتاجوا لعلاج طبيعي، انه منطقة المفاصل اذا صار فيها حرق، او منطقة مناطق بصير فيها شد في الجلد، بعض المرضى بحتاجوا لعمليات تجميلية، حتى اكثر من مرة. تمام. من مريض لمريض بفرق. انا كممرض انه بشتغل في قسم الاستقبال او في قسم الجراحه او في قسم الاي سي يو، وصلنا مريض عنده في حرق
كيف اشتغل مع هاي البهمي، هذا العلاج راح نستخدمه، هذول العلاجات اللي بيستخدموهم بالمستشفى، هذا هو العلاج هذا والعلاج هذا بالحروق، وانتبيوتك اي في، هذا هن العلاجات. اتفقنا؟ ناخذ بريك 10 دقائق ونرجع.
ألو، نرجع نكمل محاضرتنا. نيجي على إيش؟ خلصنا من علاجات الحروق، نيجي على علاج جديد هو علاج أو دواء مضاد الديدان، يعني مرحلة من العمر خاصة الأطفال بصير عندهم إيش؟ ديدان في أمعائهم، فبيستخدموا لهم فيرموكس. فيرموكس هو أنتلميتيك أنتلميتيك ميديكيشن، يعني إيش؟ من فصيلة دواء مضاد الديدان. طبعا الديدان حسب تحليل الستولز، بعملوا تحليل للستولز ستول عند الشاي الأطفال، بين عندهم إيش؟ ديدان، خاصة في المناطق النائية أو المناطق اللي مش نظيفة أو فيها فقر أو هيك قلة نظافة، وفي عند الأطفال ديدان في أمعائهم. حتى بتلاقي الطفل دائما دائما ضعيف فاقد الشهية، الطفل اللي عنده إيش؟ ديدان في أمعائه فاقد الشهية، ضعيف يعني وزنه قليل، ممكن يصير عندهم، ممكن يكون عندهم أنيميا، فقر دم. فبيعملوا لهم فحص للبراز، في البراز بتبين عندنا بعض أنواع الديدان، pinworm أو الدبوسية أو الصوتية أو المستديرة راوند وورم. فبيستخدموا لهم علاج الفيرموكس. أو بسموه مي بندازولا، مي أندازول هو الفيرموكس، مشهور بعلاج اسمه بالاسم فيرموكس. إن ننتبه هذا العلاج من استخدامه مع الحوامل أو child less than 2 years، يعني استخدامه بحذر يكون استخدامه، عند استخدامه ممكن المريض اعطائه للمريض، مريض يشكي من ابدومينال بين او يصير عنده دياري اسهال، يعني اتفقنا. الشيء الثاني انه بعد فترة أخذ الكورس تبعه المريض، بعد فترة من أسبوعين أو 3 بيعطوا المريض كمان مرة العلاج. ليش؟ عشان إذا بقي أي شيء من الديدان خلاص في المرة الثانية ينقض عليه كامل للديدان. نيجي على علاج جديد اللي هو بسموه علاج الايرون، حديد. كل واحد ما عنده انيميا يعطوا له حديد، خاصة نساء الحوامل الاطفال. انت انيميك او بسموه ايرون، فيروس سلفيت. فيروس سلفيت لو جينا طلعنا هون ايرون حديد. اللي بيهمنا هون انه العلاج هذا استخدامه لمرضى ممكن يصير عندهم انيميا، مرشحين يصير عندهم انيميا او عندهم انيميا. الشيء الثاني انه استخدام الايرون الحديد
للمرضى ممكن يساوي constipation امساك. فبعلم الام ام الطفل او الام اللي راح تستخدم العلاج هذا لإلها او لطفلها انه العلاج الحديد لما يتاخذ عن طريق التم حبوب نوعية الحبوب التابلة ممكن تساوي كونستبيشن. فانتبهوا لهالشي هذا، لازم اللي بياخد العلاج الحديد انه ياخد ايش، ياكل اكل غني بالايش، بالخضرة والفواكه، يشرب سوائل كثير. ممكن انه يتغير لون الستول، يصير اسود عسواد او عبني، عرفتوا كيف؟ بسبب ايش؟ الايرون الحديد. خبر الام انه هيك ممكن يصير، تغير لون الستول او ممكن ايش يصير عند المريض كونستبيشن. بدنا ننتبه للشغله هذه. طبعا تغير لون الستول هذا ايش بسبب ايش، اخذ المريض حديد. اما قبل ما تصير عنده كونستبيشن بناخذ العلاج، بناخذ الحديد. لازم نفهم الام، نعرف الام انه هالطفل هذا بحتاج لسوائل او ايش، عصاير او طبيعيه او غذاء غني بالفايبر زي فروت فيجيتابلز. طبعا مثل ما قلنا الاطفال بياخذوا حديد، بيعطوهم حديد. والشيء الثاني الكبار خاصه الحوامل، الحوامل او النساء على الاصح، النساء، النساء بصير عندهم ايش كثير فقر انيميا. ممكن نلاقي الايرون عباره عن قطرات تنحط بالعصير، نتفه عصير وينشرب، او ممكن عباره عن حبوب، او ممكن عباره عن ايش؟ انجكشن فايل او امبول. فايل او امبول، فايل او الو تفضل. بيقول انه الحديد اذا يتاخذ مع ادويه ثانيه بيبطل مفعول الادويه الثانيه، هل هذا الشيء صحيح؟ سامع، علي صوتك. استاذ سامعني الحين؟ ايه سامعك، تفضل. الو تفضل، سامعك. ايه استاذ، بيقولوا الحديد اذا تاخذ مع ادويه ثانيه ببطل مفعول الادويه الثانيه او مفعول الحديد. صحيح. يعني دائما من الصح انه قلنا قبل شوي في عندنا علاج انه ايش، البنسلين جي، اذا تتذكر حتى بالسلايد هذا ممنوع انه نخلط مع علاج ثاني. كذلك اي دواء يفضل، اي دواء انه ايش ممنوع نخلطه مع علاج ثاني. ليش؟ لانه تركيبات العلاجات، مثلا هذا البنسلين، بنسلين جي صوديوم قلنا قبل شوي. صح، كنت سامعك بس دائما بسمع. ممنوع الجنتاميسين نخلطه او هيبرين او اي علاج، عرفت؟ الأصح إنه دائما ينعطى كل علاج لوحده. وإذا كان العلاجات بتتاخذ مثلا علاجين أو ثلاثة عن طريق التم أو بتابلت، إنه ناخده إيش بين كل واحد والتاني ساعة أو نص ساعة، هذا الأصح. عرفنا كيف؟ بأثرش بأثر، كل علاج بأثر على التاني، كل علاج بأثر على التاني. الأصح بقول لك إنه كل علاج لحاله حتى إيش ما يصيرش فيه تفاعلات. فهون بنيجي على نكمل موضوعنا. في عنا ايش؟ علاج اي في او اي ام، علاج حديد اي في او اي ام. ليش هذا العلاج بيستخدموه؟ بيستخدموه مع الاشخاص اللي ممكن ما بيقدروش ياخذوا ايش؟ علاج عن طريق التم. بيقدروش ياخذوا علاج اللي هو الحديد عن طريق التم. فبيعطوهم اياه اي في او اي ام. يعني في حالة oral administration is not possible، نستعمل حديد عن طريق الـ IV or IM. اتفقنا؟ ممكن يسوي side effect rash, nausea, vomiting, diarrhea, hypotension, tachycardia, shock. ممكن هاي side effect في أغلب العلاجات. في عنا إنه لما نعطيه IM العلاج، ممكن الحديد ممكن يسوي لنا عندنا ايش؟ برون سكين او ابسس فورميشن، يسوي لنا ابسس مكان ما بنعطيه في العضله مثلا. هاي من السايد افكت تبعه، من مضر العلاج.
أو إذا أعطينا آي في يعمل لنا فليبايتس. يعني إيش فليبايتس؟ التهاب الوريد، مش مندخل الكانيولا في قلب الوريد، لما باجي بعطي العلاج الحديد آي في بعمل لنا التهاب للوريد، والكانيولا خلاص لازم نشيلها من جسم من ايد المريض وننقلها في مكان ثاني. ليش؟ لانه صار عندنا احمرار بالمكان، صار عندنا التهاب في مكان الكانيولا، ابره الكانيولا اللي ركبناها. اتفقنا؟ فانا كممرض دائما دائما كل يوم بعمل كنترول على ايد المريض اللي فيها ابره المحلول، اذا فيها ورم فيها احمرار ممنوع تضلها، لازم نشيلها. ليش؟ حالة الورم إنه الإبرة بيجيش العلاج اللي بعطيه في قلب الوريد برشح برا في قلب التشو، هذا بسبب ألم للمريض في إيده أو في مكان الكانيولا. حاجة تانية، إذا صار احمرار في المنطقة يعني في عنا التهاب في المكان، صار التهبت المكان، التهب الوريد اللي حاطين فيه إيش إبرة المحلول، كمان مؤلم source of infection للمريض، فمنشيل إبرة المحلول منركبها بالإيد الثانية. اتفقنا؟ لو جينا هون طلعنا هنلاقي إيش، هاي إيش الحديد، في منه أمبول وفي منه فايل، بنعطى آي في بنعطى آي. اتفقنا؟ نيجي على موضوع مهم هلأ حياتنا للمرضى، أنتيكواجولانت. أنتيكواجولانت شو يعني؟ لما نقول أنتيكواجولانت، أنتيكواجولانت شو يعني؟ أنتيكواجولانت مموعات الدم، مموعات الدم هوموستاسيس العكس تبعها. أنتيكواجولانت مموعات الدم، يعني أنتيكواجولانت في واحد شخص مثلا بيحتاج دمه انه يصير عنده ايش، مثلا انه هو مثلا مريض عنده مثلا صار مرشح يصير عنده ترومباس او امبولاس، نعطي له أنتيكواجولانت مموعات الدم. او عنده مثلا صار مثلا ضيق مثلا في الشريان التاجي، بنسميه بالانجينا، نحن انجينا الذبحه الصدريه بنقول عنها، بعطوه أنتيكواجولانت. نيجي نحكي على بعض علاجات الأنتيكواجولانت، شوي شوي ندخل بالموضوع. نيجي اول علاج من مجموعه الأنتيكواجولانت، كومادين. كومادين مشهور بكلمة كومادين، أنتيكواجولانت بمنع prevent the formation of factors التخثر للدم. في عنا لما الدم مثلا، ليش لما ننجرح بصير على طول بوقف النزيف وبصير تخثر وبتسكر بسكر الجرح؟ في عنا فاكتورز بنتجها الليفر الكبد، تساعد في عملية تخثر الدم، بتخثر الدم خلص لما يصير عنا جرح بتخثر وبسكر الجرح. سبب ايش؟ في عنا فاكتورز عوامل انتجها الكبد، هذا درس ثاني موضوع كبير. فالعلاج الكومادين الأنتيكواجولانت مموع الدم بمنع تشكيل الفاكتورز هذا. فمريض اللي بياخذ كومادين بتشكلش عنده الفاكتور اللي بتعمل تخثر الدم، بصير عنده نزيف اذا كان ماخذ كومادين وانجرح بصير عنده نزيف. اتفقنا؟ اهم حاجه هذا العلاج بيستخدموه لمين؟ لمرضى الديب فين ترومبوسيس. ايش يعني الديب فين ترومبوسيس؟
حكينا عنه قبل هيك. ديب فين ترومبوسيس، اي تخثر في ايش؟ في وريد داخل الجسم وخاصه بالقدمين بالرجلتين. بتلاقي المريض صار عنده في رجل ورم ما قدرش يمشي وصار عنده ايش؟ آلام. فهذا المريض منرجح انه عنده ديب فين ترومبوسيس. اتفقنا؟ حكينا بفرق بين الديب فين ترومبوسيس لما بصير عند المريض سويلينج في رجل واحدة وفي الرجلتين. في الرجل واحدة قلنا إذا صار عند المريض ورم في رجل واحدة منرجح إنه المريض عنده ديب فين ترومبوسيس، تخثر في وريد في رجل واحدة. أما إذا الورم في الرجلتين بيبقى المريض عنده مشكلة قلبه، يعني إيش؟ مشكلة سببها مش إيش؟ عضوية، مشكلة سببها بكون مركزية. تذكروا هذا الدرس لما أخذناه، هاي ديب فين ترومبوسيس. المرضى هدول بصير عندهم تخثر بالأوعية الدموية بالوريد، تتخثر فبطل إيش؟ الدم يرجع لفوق من الوريد من تحت لفوق، خلص بسكر، بصير عنا في الآخر ورم بالرجل بالشكل هذا. بلاصل في عنا الوريد من تحت لفوق بيجي الدم ليوصل القلب، بالطبيعة هيك. في عنا فالفات صمامات بتسمح للدم يتحرك لفوق مش اتجاه لتحت، لفوق. هيلتي فين، لكن عندنا في حالة تخثر الدم أو تخثر الدم هون مثلا صار عندنا ترومبوسيس بعد فترة من الوقت. لو شفنا هون سكر الفين صار عندنا زي هيك، فبصير ايش؟ رجل المريض تألمه، رجله كثير ورم، آلام كثير. لو جينا هاي المريض في عنا ديب فين ترومبوسيس في رجل واحد بس الورم، هاي الرجل طبيعية. في بعض المرضى بتلاقي الرجلتين ورم فيهن سويلينج، ورم سويلينج في الرجلتين، هالمشكلة بتكون ديب فين ترومبوسيس، مشكلة بتكون تتعلق بالقلب. اتفقنا؟ في حالة الرجل واحدة برجحوا انه يكون المريض عنده مشكلة ديب فين ترومبوسيس، في حالة الرجلتين فيهن ورم مشكلة في ايش؟ في القلب او تكون السوائل بالجسم، تراكم السوائل بالجسم. هاي مريض مثلا ديب فين ترومبوسيس. اتفقنا؟ حكينا هذا الدرس قبل هيك. فالمرضى اللي بصير عندهم ديب فين ترومبوسيس بيعطوهم ايش؟ علاج الديب فين ترومبوسيس بيعطوهم كومادين. كذلك مرضى اللي بصير عندهم او المرشحين يصير عندهم مايوكاردياك انفراكشن. مايوكاردياك انفراكشن تتذكروا، خليني نشرح لكم هاي. حتى لما شرحت لكم اجت صورة الفوت رجلتين عدي فين ترومبوسيس، هدول اجوا، هدول اجوا وانا بشرح ولا ما طلعوا؟ الو
أرجع كمان مرة أشرحهم. مرضى اللي عندهم deep vein thrombosis، هذا هو قبل هيك شرحته، المريض بتلاقي عنده ورم وألام شديدة في رجل. ليش صار في رجل واحدة؟ بصير عنده كالتالي، إنه الدم في الأصل إنه بتحرك من الأسفل لفوق، من الأسفل لفوق، فعنا في الوريد بصير عنا إيش؟ تخطر تخطر تخطر، وبسكر الوريد، فبصير عنا إيش؟ السولينج في رجل المريض، وفي عنا ألم شديد. اتفقنا؟ هاي هي المشكلة. لو جينا مثلا هاي ترومبس، هاي نورمال، هاي ديب فين ترومبوسيس، رجل المريض صار فيها سولينج، صار في عنا إيش؟ ألم شديدة. لو جينا للوريد إنه الدم برشا بطلع من تحت لفوق بالشكل الطبيعي برشح، أما هون في عنا انسداد. اتفقنا؟ نيجي على إيش؟ حاجة اسمها كمان هذا الكومادين بيستخدموه في الميوكاردياك إنفراكشن. الميوكاردياك إنفراكشن هو إيش قلنا قبل هيك؟ شو معنى ميوكاردياك إنفراكشن؟ مين يقول له؟ ريحة على يسرى. نعم دكتور. شو معنى الميوكارديك انفراكشن؟ حكينا عنه قبل هيك، هو الانجينا. والله يا دكتور نسيت اساسا، حتى بالساعة الاولى ما كنت موجودة. تمام. نيجي الميوكارديك انفراكشن. الميوكارديك انفراكشن انه بصير كالتالي، انه المريض في الشريان التاجي بصير عنده انسداد، انسداد كامل، فبطل الدم يتحرك من مكان لمكان. القلب بتغذى عن طريق عضلة القلب، بتتغذى عن طريق الشريان التاجي. هذا هو الشريان التاجي، أخذناه في الأناتومي. فمريض الميوكاردياك انفراكشن أو الأنجينا بتلاقي صار عنده مشكلة في الشريان التاجي وصار فيه انسداد، بطل الدم يوصل مثلا للمنطقة هاي، خلص المنطقة هاي من عضلة القلب ماتت. هذا هو الميوكارديال انفراكشن، انسداد، بس انسداد كامل في عضلة، في شريان التاجي، في جزء معين من عضلة القلب. فايش في الاخر بصير عندنا ايش؟ ديد تشو او ديد سيلز، ماتت الخلايا او ايش الانسجة، جزء طبعا من عضلة القلب. مثلا هاي هنا برضه انسداد، شايفين هاي المنطقه هاي السوداء، خلص ديد تشو او دامج تشو، شايفين الدم خلص بطل يوصلها. ليش؟ سبب هان صار انسداد بالشريان. هاي بسموه مايوكارديال انفراكشن. مايوكارديال انفراكشن، روحوا على قسم القلب هتلاقوا ام حرف حرف الام اي، مايوكارديال انفراكشن، مايوكارديال انفراكشن، تشخيص المريض مايوكارديال انفراكشن، يعني ايش؟ هذا هو. او انجينا يعني الدم صار يتحرك بس مش انسداد كامل، صار عندنا بالشريان جزء بسيط بنسميه انجينا، جزء من الشريان صار فيه انسداد مش انسداد كامل. انسداد كامل مايوكارديال انفراكشن، انسداد بسيط جزء من الشريان عندنا أنجينا. لكن قسم القلب تلاقي مايوكارديك انفراكشن أو أنجينا، هو بتعلق بإيش؟ بالشريان التاجي، يا إما انسداد بسيط بالشريان التاجي، انسداد جزئي بالشريان التاجي بنسميه أنجينا، أو انسداد كامل بنسميه مايوكارديك انفراكشن. هدول المرضى بيستخدموهم او بيعطوهم كومادين. ليش؟ عشان ايش؟ المرضى بحسوا انه راح يصير عندهم، مرشحين يصير عندهم مثلا مايوكارديال انفراكشن، بيعطوا لهم كومادين عشان يموع الدم، يصير الدم مموعات، يعني الدم بصير فيه تميع، فايش؟ بقلل مخاطر انه يصير انسداد بالشريان التاجي. مثلا مرضى الانجينا بيعطوهم عشان ما يصيرش عندهم برضك انسداد تام، مايوكارديا
انفراكشن المرشحين يصير عندهم مايوكارديال انفراكشن بيعطوهم الكومادين. زي شو مثلا؟ مرض المرضى اللي عندهم اوبيزيتي بيشربوا سجاير، عندهم مشاكل في ايش؟ في الاوعيه الدمويه، هذول بيعطوهم كومادين. اتفقنا. كونترا انديكيشن للكومادين، مريض عنده هيموريج مثلا، نزيف او جرح، ما فينيش اعطيه كومادين. ليش؟ هيعمل له سيول الدم، هيصير عنده ايش؟ النزيف، صار عنده في جسمه نزيف، النزيف حيستمر. او مريض عنده ألسر، ألسر او جي ليجن اوف جي اي، ألسر، ألسر يعني ايش؟ يعني قرحة في معدته. اذا اعطيته كومادين بشرب بصير نزفة في معدته، هو المريض مش داري، بصير نزيف في دمه في معدته، هو مش داري، قرحة، والقرحة بصير تنزف. مع الكومادين بيستمر النزيف، بصير المريض عنده نزيف في معدته وهو مش داري وخطر. كونترا انديكيشن انه نعطي المريض كومادين اذا كان عنده امباير رينال اند هيباتيك فانكشن، يعني كليته والكبد عنده ضعيف. كذلك كونترا انديكيشن انه نعطي المريض هايبرتنشن كومادين. كونترا انديكيشن نعطي كومادين لمريض عنده ترومبوسيتوبينيا. ترومبوسيتوبينيا نقص الصفائح الدمويه. الصفائح الدمويه ايش؟ اللي لها دور كبير في تخثر الدم لما يصير عندنا جرح. فاذا مريض في بعض المرضى عندهم ترومبوسيتوبينيا، هو نقص الصفائح الدموية ذاتا. المريض عنده نقص صفائح دموية وانت تيجي تعطيه كومادين مموعات الدم، فايش يصير عند المريض؟ من السهل يصير عنده نزيف. الانتيدوت تبع كومادين، مثلا مريض اعطينا كومادين وبعدين انجرح صار عنده نزيف، ودوه على المستشفى، لا بيعطوه فيتامين كي. فيتامين كي هو الانتيدوت، يعني ضد مفعول الكومادين، نوقف مفعول الكومادين بالجسم فيتامين كي. اتفقنا؟ نكمل. نيجي على موضوع ثاني، الهيبارين، برضك انتيكواجولانت، علاج اسمه الهيبارين مشهور، انتيكواجولانت، وبنعطى السبكوتينيوس. في منه كمان بيجي نوعيه ثانيه بسموه، بيبقى جاهز محطوط في سرنجات، ما بسموه هيكسان، من نفس المجموعه، بشابه عمل ايش الهيبارين. بس الهيبارين في مخاطر له، انه المريض ممكن يصير عنده بليدنج، مرشح يصير عنده بليدنج. بس الكليكسان بقولوا استخدامه للمريض افضل من الهيبارين. اتفقنا؟ هيبارين من مجموعة الانتيكواجولان. على طول احد سألك هيبارين قول له انتيكواجولان. اتفقنا؟ بمنع ايش؟ تخثر الدم، يعني ترومبوس امبولوس، يعني بمنع تخثر الدم، التخثرات الجزئية اللي بتصير عند بعض المرضى، وبتؤدي في الاخر لايش؟ لانسداد الاوعيه الدمويه. الكونترا انديكيشن لعلاج الهيبارين، ممنوع نعطيه مع مرضى الهيموفيليا. مرضى هيموفيليا هم المرضى اللي بصير عندهم نزيف دائما، او مرض بسموه هيموفيليا. لو جينا فتحنا على جوجل هيموفيليا هيطلع لنا هذا، هو هيموفيليا. بعض المرضى نتيجة مرض وراثي تكون الأم والأبو
في بعض منهم حاملين جينات المرض، فبصير عندنا طفل حامل للمرض، وفي عندنا الطفل هذا حامل للمرض، وفي عندنا الطفل مصاب بالمرض. مرض اسمه هوموفيليا. هو ايش؟ بصير عند الطفل او الشخص نزيف، اذا وقع ممكن يصير عنده ايش؟ نزف في الراس، او لكن من انفه بصير نزفه، او من رجله، او مكان الجرح، او اذا اندقم بشيء او انخبط بشيء على طول بصير عنده ايش؟ نزيف. اتفقنا؟ السبب ليش فيش عندهم هذول المرضى؟ في عندهم مشكلة بنتجش في جسمهم clothing factor، يعني ايش؟ عوامل التخثر، او blood clotting protein في جسمهم بسبب مشكلة معينة وراثية، جسمهم بنتجش clotting factor عوامل التخثر او بروتين التخثر. فهالمرضى هدول او الاطفال هدول بصير عندهم ايش؟ نزيف من اي من اقل شيء، اذا وقع بصير عنده نزيف تحت جلده، ممنوع يخلع طحونته. ليش؟ لانه عنده هيموفيليا. ممنوع مثلا لو انه مثلا يصير حركة بسيطة في منخاره بصير عنده نزيف، مثلا إذا جرح حاله بضله يصير عنده نزيف، لازم إلا يروح على المستشفى وياخد إيش؟ علاج عشان يوقف النزيف. اتفقنا؟ موضوع كثير مهم الهيموفيليا. نكمل. فممنوع المرضى اللي عندهم هيموفيليا نعطيهم إيش؟ هيبارين. أو مرضى عندهم إيش؟ intracranial hemorrhage، نزف في قلب إيش؟ الجمجم. مثلا واحد واقع شكين فيه إنه عنده نزف في قلب راسه أو في الجمجمة، ممنوع يعطوه هيبارين. شخص عنده جرح في جسمه open wound، ممنوع نعطيه هيبارين. ممنوع شخص بده يعني عمل له عملية في عينه أو في راسه، في البرين أو السباينال كورد أو أي عملية، ياخذ هيبارين. قبل العملية ممنوع ياخذ المريض هيبارين، وبعد العملية عشان نمنع البليدنج، لأنه الهيبارين شو؟ مموع للدم، أنتي كواجيوم. فإذا أخذوا المريض وصار عنده عملية بضله إيش؟ مطرح العملية نزف 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 نزف، وبموت المريض. بالنسبة للنساء في فترة الابورشن الإجهاض أو منستروايشن الحيض، ممنوع ياخذوا هيبارين أو أنتيكواجولان، ممنوع بصير عندها نزيف بزيد إيش؟ النزفة. مثل ما قلنا السايد افكت تبعه الهيموريج النزيف. لو المريض ياخذ أوفر دوز من الهيبارين بصير عنده نوز بليدنج، هيماتيوريا بول في الدم. اتفقنا؟ الو، نعم دكتور. حدا شاف قبل هيك الهيبارين انتيكواجولانت او اي علاج من الانتيكواجولانت؟ لا دكتور أنا ما شفت. يبقى من هنا وطالع بدنا نشوف العلاج نعرف وين نصير. نكمل؟ نكمل. لو وصلنا للأوفر دوز،
اوفر دوز بصير عنده ايش المريض بليدنج في منخاره في الايش في البول، مع البول بصير يطلع دم او بصير تحت الجلد نقط حمراء او في الايش في البراز. الانتيدوت يعني مريض اخذ هيبارين وصار عنده مثلا نزفه او صار عنده نزيف كثير وبدنا نوقف مفعول الهيبارين، على طول علاج نستخدم علاج الانتيدوت. الانتيدوت يعني علاج مقابل العلاج هذا، انتيدوت ضد الهيبارين. شو ضده؟ بروتامين سلفيت. بروتامين سلفيت لازم نحفظه. هيبارين اي علاج ضده؟ بروتامين سلفيت بطل مفعول الهيبارين. الكومادين شو الانتيدوت تبعه؟ قلنا مش خدنا زي الهيبارين انتيكواجولان كومادين قبل شويه، شو الانتيدوت تبعه؟ فيتامين كي. بدنا نركز بالادويه طلاب، ماده الادويه شويه قويه ومعلومات كثيره بدنا نركز فيها شويه. الكومادين قلنا شو الانتيدوت تبعه؟ فيتامين كي. الهيبارين انتيدوت تبعه بروتامين سلفيت. اتفقنا؟ نكمل. بقدر يعني بعرف انه ماده هاي الماده سابقه، اما هيك يعني بكره شغلنا اغلبه راح يكون على العلاج. قلنا الانتيكواجولانت هي مموعات الدم، مموعات الدم. العكس تبعها هيموستاتكس. اللي هو يعني ايش؟ علاجات تستخدم في ايش؟ تحكم في البليدنج. Drugs used to control excessive bleeding. اسمها مجموعة الهوميو الهيموستاتكس. هيمو دم، هيمو دم لاتين، ستاتكس هيموستاتكس. يعني شو اللي بوقف البليدنج؟ شو اللي بوقف النزيف؟ الجوز. في عنا حاجة اسمها توبيكال، موضعية. لما يصير عنا مريض، عنا ايش؟ مريض يصير عنده بليدنج، شو لازم نعمل؟ نحط على البليدنج مكان الجرح او البليدنج جوز شف، يعني نسيج اللي هو اللي بنستعمله، نسيج الجرح العادي مع ضغطه. هذا الموضع عمله بوقف النزيف، بعمل كنترول للبليدنج، بدي احطه على مكان الجرح او النزف واضغط عليه لفترة من الوقت. بدي أسيطر على النزف باستخدام ايش؟ توبيكال هوميوستاتكس اللي هو الجوز نسيجها. في عنا كمان حاجة تانية نفس الشيء برضه الجوز بسموه جلفوم، اللي هو عبارة عن ايش؟ لما نروح عند دكتور الأسنان اللي بيستخدموه ك نسيج او ضاغط بعد خلايا طحونه او سن عشان نوقف النزيف. وهو في الاخر جوز او نسيج عشان ايش؟ نضغط فيه بشكل موضعي على مكان الجرح نوقف البليدنج، بس هذا هو مش اكثر. في عنا علاج سيستميك هوميوستاتكس. كنا أول حاجة الجوز اللي بنستخدمه النسيج أو الحشوة اللي بنحطها فوق الجرح بنوقف النزيف، هذاك توبيكال موضعي نحطه على الجرح وخلص ونضغط عليه والمريض ايش؟ خلص بيوقف نزفه.
بس في عندنا حاجة علاج نستخدمه نعطيه للمرضى عشان إيش؟ نوقف النزيف. هم مرضى الهيموفيليا. هيموفيليا إيه؟ مرضى الهيموفيليا بصير عندهم نزيف نستخدم معاهم علاج أنتي هيموفيليك فاكتور AHF فاكتور. هذا هو هذا المريض، هذا العلاج مريض مرضى الهيموفيليا بياخدوه لما يصير عندهم نزيف. بلك الصورة هم مش واضحة، لو فتحتوه على الانترنت راح توضح أكثر. لنفتح لكم اياه على الانترنت. هذا هو، اتفقنا؟ او هذا هو انتي هيموفيليك فاكتور. عشان ايش؟ يوقف النزف عند مرضى الهيموفيليا. نيجي على موضوع تاني ومهم كثير، هو ايش؟ الدم. لما نيجي نحن كممرضين او مريض يحتاج دم ونيجي نركب له دم، شو لازم؟ أول حاجة لازم الدكتور يعطي أوردر، نبعث رسالية للمختبر، المختبر يحضر لنا عينة الدم المناسبة اللي بتتطابق مع المريض، مع دم المريض، وإنه فينا نعطيله إياها للمريض، إنه هالدم هذا مطابق للمريض لدم المريض وفينه المريض ياخدها من غير اي مشكله. حاجه ثانيه بدي اعمل كنترول على ايش؟ انه الدم خالي من الامراض، انه مفحوص للاتش اي في، مفحوص لمرض الهيباتايتس، انه عينه هالدم فيش فيها فيروس الاتش اي في ليدز او ايش الهيباتايتس، بيبقى مكتوب عليها عينة الدم إنها مفحوصة وخالية من الفيروس HIV أو هيباتيتس، لأنها جاي من مريض تاني، من شخص تاني، بل كهالشخص المتبرع عنده هيباتيتس أو HIV، فلازم تنفحص عينة هالدم هاي ويتشيك عليها من الدكتور والممرض أو اثنين ممرضين إنه هالعينة هاي مطابقة لدم المريض. الشيء الثاني العينة هاي خالية من الأمراض، اتفقنا؟ أغلب الأوقات في حالة التروما يعني أو الجان شوت أو السيرجري أو الديزيزز ننقل للمرضى عينات الدم، نعطي المرضى عينات الدم. اتفقنا؟ نيجي لأول حاجة الألبومين. الألبومين بيجي عبارة عن عبوة أم فيال جاهز ومحضر، نستخدمه مع مين؟ مع المرضى بصير عندهم شوك post surgery nephrotic syndrome، مشاكل بالكلى، في البيرن، في الكوما، في الليفر، cirrhosis، premature infants، hyperbilirubinemia.
شوك صدمة، بوست سيرجري بعد العملية، مشاكل الكلى، الحروق، الكوما، الغيبوبة، تليف الكبد، المواليد الغير ناضجين أو بريماتيور قبل النضوج صار عندهم ولادة، أو الهايبر بيليروبيمينيا اللي هو إيش؟ ارتفاع الصفار في الجسم عند الأطفال المواليد الجداد. حكينا عنه الموضوع هذا قبل هيك، الهايبر بيليروبيمينيا إنه الطفل بيكون بسبب إماتيور الليفر، عدم نضج الكبد، فبتلاقي الأطفال المواليد الجداد منهم إيش؟ عندهم صفار. صفار تتعلق بعدم نضج الكبد، صار عندنا إيش؟ مشاكل أثرت على إيش؟ لون الطفل. العلاج تبعهم هو إيش؟ اللايت، الضوء اللي في إيش؟ في قلب الحضانة. الشيء الثاني لما نسلط عليهم الضوء، هدول الأطفال أو المواليد الجداد اللي عندهم اصفرار جوينتنس، لازم نسكر عينيهم بشكل صحيح عشان اللايت هذا الضوء اللي في قلب الحضانة بيأثر على العيون بساوي عمل. هي أول إيش؟ طريقة من العلاج. الشيء الثاني، العلاج الثاني اللي هو إيش؟ بريست فيدينج، لازم الطفل يرضع بشكل، يأخذ رضاعة طبيعية، لازم الطفل يأخذ رضاعة طبيعية من أمه. هاي بيساعد على إيش؟ حل مشكلة الهايبر الجوينس أو الهايبر بيليروبينيميا. فبتلاقي الطفل اصفر اصفر هيك اول ما ينولد، ليش؟ جوينس بسموه اصفرار، هذا بتعلق في ايش؟ في الصبغه تبعت البلوروبين. اتفقنا؟ اماتيور ليفر بكون عند الطفل، فبتلاقي عيونه، جلده، كل جسمه عصفار. ليش؟ لتراكم صبغة البيليروبين في جسمه، حتى بوله كثير كثير اصفر. اتفقنا؟ مثل ما قلنا العلاج تبعه هو اللايت الموجود بالحضانات، زائد انه لازم نغطي عيون الطفل، ننتبه لهالشيء هاي لانه اللايت بأثر على عيون الطفل. الشيء الحاجه الثانيه البريست فيدنج، بريست فيدنج، بريست فيدنج، بنعلم الام. زائد العلاجات المكتوبه من ضمنها الالبومين. نيجي على ايش؟ بلاد ترانسفيوجن. مثل ما قلنا لازم نعمل كنترول على نوعية الدم انه مطابقة دم المتبرع من دم ايش؟ المريض اللي بياخد الدم متلقي، متطابقين، انه عينة الدم خالية من الامراض، نعمل عليها كنترول. المرضى اللي بنعطيهم دم كامل هم عندهم بكونوا انيميا او هيموريج نزيف او هايبوفيليميا. المرضى لما نعطيهم نحن الدم، اول شيء بنركب لهم نورمال سلاين، بعدين بنشغل الدم، بنوقف النورمال سلاين، بنشغل الدم، زائد قبل ما نعطي الدم بنقيس الفيتال ساينس. اهم شيء اقيس الفيتال ساينس قبل ما اعطي دم، ننتبه للنقطه هاي. ليش؟ لانه اغلب المرضى لما نعطيهم دم بصير عندهم ايش؟ الليرجي او برفض جسمه الدم اللي جايين، مش اغلب، كثير من المرضى. فاول علامه لعنا
انه المريض بلش يصير عنده مشاكل او اليرجي او يرفض الدم، تتغير الفايتال ساينس. فباجي بقيس للمريض الفايتال ساينس وببلش اعلق له الدم. طبعا بعد كنترول، بعمل كنترول انا كممرض وممرض زميلي والدكتور، وبناخذ الاوكي ختم الدكتور انه هذا الدم 100% مطابق للمريض. تمام، علقت جنب كيس الدم بعلق كيس نورمال سلاين، ببلش اعطي بقيس فايتال ساينس وببلش اعطي نورمال سلاين، بوقف نورمال سلاين ببلش اشغل الدم شوي شوي كبدايه، شوي شوي. ليش؟ عشان اشوف اذا المريض جسمه رفض هالدم هذا وصار اليرجي، على طول بالفايتال ساينس ببين عنده. حتى المريض بقول لك انخنقت او بقول لك ضيق بالنفس او صدري متضايق، بوقف على لحد ما المريض يشكي من اي حاجه، اي علامه مش طبيعيه، او انا شفت على المونيتور اي علامه مش طبيعيه من الفايتال ساينس وصار عندي تغيير بالفايتال ساينس، على طول مباشره اوقف الدم، ارجع اشغل نورمال سلاين، محلول نورمال سلاين، اخبر الدكتور. يبقى المريض اول ما ركب له الدم جنبه بدي اكون اقيس الفايتال ساينس قبل ما احط الدم، اول 5 دقائق من اعطاء الدم، بعد ب10 دقائق وراقب المريض مراقبه شديده، بعد هيك بعد ال10 دقائق اقيس فايتال ساينس، بعدين بعد ربع ساعه اقيس فايتال ساينس، بعدين نص ساعه اقيس فايتال ساينس. في حاله لمحت او شكيت في اي أعراض مش طبيعية أوقف إعطاء الدم، شغل النورمال سلاين، أحط المريض على إيش من شو بيشكي. إذا المريض بقول لك ضيقة النفس أعطيله أكسجين، أخبر الممرض رفيقي يجي معي، نستدعي الدكتور ونبلش نشتغل مع المريض في الأعراض اللي بلشت تظهر. اتفقنا؟ في حدا له أي سؤال في إعطاء الدم أو أي حاجة من إعطاء الدم؟ نكمل. البلازما، البلازما هو إيش؟ من مكونات الدم مفصولة في المختبر، دم أحد مكونات الدم، انفصلت عن الدم في المختبر بحضروا لنا إياها بالكيس، نفسها نفس الدم. الشغل مع الدم، كيف نشتغل مع المريض، كيف بنعطي المريض دم؟ البلازما نفس الشيء، نعمل كنترول، بعدين فايتال ساينس بنقيس، اوكي بناخذ وكل شيء تمام، نشيك الامور تمام، نبلش نعطي للمريض شوي شوي بلازما. في حالة اي حالة في الهايبوفليميك شوك او في حالة هايبو بروتينيميا نعطي بلازما. اتفقنا؟ أهم شيء في إعطاء البلازما لأي مريض أو البلد أو أي نوع من البلد أو أي جزئية من البلد، أعمل كنترول على المريض، أخذ هيك قبل هيك مريض دم ولا لا، صار عنده أي مشاكل ولا لا، أعمل أسسمنت قوي، أعمل أسسمنت منيح، أسأل المريض إذا أخذ قبل هيك دم وصار عنده مشاكل، أخذ له الفيتال ساينس، أقيد الفيتال ساينس، العلامات الحيوية كلها في النيرسينج نوت، أبلش أعطائه بالنورمال سلاين، بعدين أعطاء الدم شوي شوي، وأعمل كل خمس دقائق، أول 5 دقائق أعمل كنترول على الفيتال ساينس، بعدين بعد ب10 دقائق أعمل كنترول على الفيتال ساينس، بعدين بعد بربع ساعة أعمل كنترول على الفيتال ساينس. ليش؟ عشان إذا صار أي مشكلة مع المريض على طول أوقف الدم وبلش إيش بعلاج الساين والسيمتوم اللي ظهرت عندي نتيجة إعطاء المريض دم جسمه ما تقبلوش. هون من ننتبه كتير كتير، اتفقنا؟ بصير كتير دائما، بصير دائما بالمستشفيات هاي، إنه
إعطاء دم أو إعطاء علاج في بعض الأوقات بصير عند بعض مرضى زي هيك. باكج ريد سيلز بلاد ريبليسمنت مع المرضى اللي بصير عندهم أنيميا بنعطي لهم باكج ريد سيلز. وخاصة مع مرضى الـ old age أو الـ infants أو renal disease نعطيهم الـ red ribases red blood cells without increase in the blood volume. يعني بدنا نعطيهم بس الـ red blood cells عشان إيش؟ فقط المريض محتاج لـ red blood cells. red blood cells واطية عند المريض فبنعطيهم باكج ريد بلاد سيلز. في حالة الأولد إيج الإنفنت أو الرينال ديزيز هدول الأشخاص أو المرضى فقط بيعطوهم ريد بلاد سيلز فقط عشان ما يزيدوش كمية الدم في جسمهم. بس بحتاج المريض شو ريد بلاد سيلز فبيعطوه ريد بلاد سيلز بس هيك. اتفقنا؟ في حدا له أي سؤال لحتى الآن؟ يسرى فريحة؟ لا دكتور ما في أي سؤال. الدرس صعب مو؟ يعني الأدوية كثيرة. إيه كثيرة. بدكم تحفظوها وتركزوا عليها على المعلومات. ضروري. كيف؟ ضروري دكتور إن شاء الله. إن شاء الله. بكرة ما راح يكون عندنا محاضرة. الجاي آخر أسبوع راح أعطيكم محاضرتين. ونخلص المادة. يعطيكم العافية. إن شاء الله. يعطيك العافية أستاذ. باي باي. سلام.